لكن خبر مهم جدا ومفرح جدا لجميع جماهير النادي الأهلي، سلبية مسحة طبعا بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بفيروس كورونا. وفي خلال دقائق أو ساعة بكتير قوي هنعرف كمان نتيجة اللعيبة، الثلاث لعيبة المصابة بفيروس كورونا. مهم جدا الحقيقة أنه خبر زي ده أكيد بيطمننا، أكيد بيفرحنا، وشايفين قد إيه مسيرة اللاهزيمة مع بيتسو موسيماني وقد إيه مسيطر على اللعيبة من الناحية الفنية والنفسية، وقد إيه قادر يتعامل مع كل لعيب على حدة وعلى حسب شخصيته، وعشان كده وجوده في الملعب مطمئن جدا. يمكن كريم كان من شوية بيتكلم على أن كيفن جونسون شخصية طبعا ومدير فني كبير وقدر أن هو يدير المباراتين اللي فاتوا حتى ولو كان بالتنسيق مع موسيماني، ولكن كان قادر جدا ان هو يديرهم بشكل كويس قوي، ما نحسش قوي بفرق. ولكن بالنسبه للازمه دي، الازمه دي برضو بتورينا قد ايه الاهلي منظومه متكامله واحده واحده، زي يمكن ما كنت بقول في اول الحلقه. ازاي؟ انه مش بس لما لاعب بيغيب من نادي الاهلي بداعي الاصابه، ايا كانت الاصابه فيروس كورونا او اصابه او غيره، بيكون في اللاعب الثاني بيحل محله ومش حاسين باي فرق، زي ما كنا بنقول، وانه كل لعيبة النادي الأهلي الحقيقة تستاهل إن هي تكون لعيبة أساسية. ولكن كمان لما حصل أزمة زي إصابة موسيماني فيروس كورونا في وقت مهم إن هو يبقى في العزل وما يسافرش مع الفريق النايجر في أولى بطولاته في المشوار الإفريقي الجديد، الحقيقة لقينا إن كيفن جونسون كأننا مش حاسين قوي إنه في فرق. ليه؟ لأنه في تنسيق، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، إن الأهلي وحدة متكاملة، في تنسيق. موسيماني ما سابش الفريق ولا ثانية، موسيماني مفهم كويس قوي المدير المساعد بتاعه، المدير الفني المساعد، فكره وقد ايه هو عايز ينفذ ايه في الملعب، خطه اللعبه هتكون عامله ازاي في النايجر، خطه اللعب في المباراه اللي قبلها في الدوري هتكون عامله ازاي. فما بنحسش قوي ان في خلل، يعني جوه في تحديات بالنسبه للجهاز الفني، بالنسبه للفريق في تحديات بيقابلوها طول الوقت بسبب اصابات فيروس كورونا وغيره، ولكن احنا من بره مش بنحس بده، لان دي الاحترافيه. يعني لما بنقول على حد بروفيشنال، يعني ايه بروفيشنال او محترف؟ ان هو مش هيحسسني، هو شايل مسؤوليه كويس قوي. هو ده اللي بيحصل في كيان النادي الاهلي، ان دايما في خطه ثانيه، دايما في خطه ثانيه وثالثه ورابعه. لما فايلر مشي في وقت حاسم جدا ومهم جدا، كان مجلس الاداره محضر نفسه كويس قوي انه مين اللي هيتولى المسؤوليه الفتره الجايه اللي هي الفتره الحاسمه، واحنا بندور على النجمه التاسعه في افريقيا. نفس الموضوع بالظبط يمكن في وقت اصابه اي لاعب او مدير فني بحجم موسيماني في وقت زي ده، انه لا ما حسيناش باي فرق، لانه شفنا قد ايه ده وحده متكامله في النادي الاهلي، وانه دايما الفريق كله والجهاز الفني بيكمل بعض. طبعا مبسوطين جدا بسلبيه مسحه موسيماني فيروس كورونا، وان شاء الله بقى يعود للتدريبات من جديد مع اللعيبه. ومباراه الاتحاد الحقيقه مباراه مهمه جدا، مهم ان موسيماني يكون موجود فيها، مهم انه اللعيبه طبعا المصابه عادت طبعا، وهيبقى معانا كده مروان محسن، معانا وليد سليمان، وان شاء الله تكون كمان وحسين الشحات، وان شاء الله كمان يكون سلبيه مسحه الثلاث لعيبه ان شاء الله نبلغ حضراتكم بيها خلال الحلقه.